السلام عليكم خوتي الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يقابلكم في احسن الاحوال. غنشارك معكم خوتي بيعوج على واحد لوفر جديده اللي يلاه توصلت بها بخصوص الناس اللي كيخدموا كدي سيرفور بارمان ايبرجمون فورني. السكن متوفر كما كتلاحظوا الاخوان، السكن متوفر، واحد لوتيل سبا اللي كيوفر لك السكن، وايضا بالامكان ديالو انه يوفر لك كل ما كيخص السفر الى كندا. فوالا هاد لوتيل هذا اخوان راه كيقلب على دي سيرفور دي بارمان اللي عنده تجربه في هذا المجال، فيقدم الاخوان. الو غنديروا ديسك الترادكسيون اون عرب كما كتلاحظوا. فوالا نعطيكم بيع وجاله، نعطيكم المهم الوصف الوظيفي كما كتلاحظوا هنايا تحت سلطه مدير الفندق. يكون صاحب هذا المنصب مسؤولا بشكل اساسي على انضمام حسن سير خدمه المائده في مناطق تقديم طعام مختلفه. عندنا هادو المهام كما كتلاحظوا الاخوان اللي غادي يكونوا عندكم، مشاركة بتحسين مستوى رضا العملاء الداخليين والخارجيين، تقديم مشورة للعملاء بشأن أزواج الطعام إلى آخره. دونك كما كتلاحظوا التأكد من أن لديك المعدات اللازمة. هذا الشيء كامل المهام المسؤوليات اللي غتكون عندكم. الناس اللي خدموا في الدومين ديال دي سيرفور ولا بارمان فمغاديش تلقاو مشكل. ترحيب بالعملاء، تقديم قائمة تلقي طلب، تقديم أطباق، إصدار فواتير للعميل. ألو قراو مزيان هاد المعلومات، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. أول تعليق، المؤهلات اللي طالبين كما كتلاحظوا شهادة دراسية ثانوية. فوالا نحدد لكم الإخوان، تكون عندك شهادة دراسية ثانوية، شهادة تدريب احترافي في خدمة المائدة وما يعادل، ولا عندك إكسبيريونس في الدومين توكل على الله، خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات من خبرة ذات صلة. المؤهلات، المعرفة الأساسية للطهي، المعرفة الأساسية للساقي، المعرفة الأساسية لبرنامج ميتر دي. دونك كما كتلاحظوا طلاقة في اللغة الإنجليزية، تحدثا إنجليزية الإخوان اللي طالبين هنايا. القدرات، الو كما كتلاحظوا هنايا دونك هادو القدرات اللي خصها تكون عندك، لي كومبيتونس، المعلومات الاضافيه. فوالا اسمحوا لي شويه الصداع. هل تحب التحديات؟ هل لديك اي افكار؟ هل انت نشط؟ هل ترغب في المشاركه؟ هل لديك عائله في القلب؟ هل انت تحب السفر؟ هل انت متنقل؟ كسب اكسب خبره عمل فريده من خلال شبكه فنادقنا المنتشره في اجمل المدن الكنديه. فوالا هنا عندنا لوكاليزاسيون ديال لوتيل كما كتلاحظوا الاخوان، جميع المعلومات متوفره. طريقه التقديم، غادي تكليكي مباشره على انا مهتم. هنا غادي يطلع لينا واحد الاستماره اللي هي بسيطه، اللي ما عرفش يتسجل الاخوان يتواصل معنا نسجلوه، ما كاين حتى مشكل. فقط تكون عندك سيره ذاتيه، يكون عندك سي في كندي بروفيسيونيل مفصل كما كنوضح لكم دائما في الفيديوهات الاخوان. فوالا كنعمروا الاسم الشخصي، الاسم العائلي، البريد الالكتروني. نعاود ناكد البريد الالكتروني، مكان الاقامه هنا غنكتبوا، كتي في المغرب غتكتب المغرب، كتي في الجزائر تكتب الجزائر، تونس، مصر، دونك جميع الدول. هنا غنكتبوا رقم الهاتف بالتحديد، رمز البلد بطبيعه الحال. الو هنا عندنا الخبره المهنيه، غنقوموا باضافه الخبره المهنيه، نكليكي على يضيف، نقوم باضافه جميع الخبرات المهنيه، كل ما كيتعلق بالإدوكاسيون التعليم غنحط جميع المعلومات. هنا عندنا الشبكات الاجتماعية، إلى عندك لينكدين حطو، عندك فيسبوك حطو، تويتر، موقع إلكتروني ما عندكش ماشي إجباري خليهم فارغين. غادي نوصلو لمرحلة ديال إضافة السيرة الذاتية، غنقوم غنكليكي على قم بتحميل سيرتك الذاتية، وغادي نقوم بإرفاق السيرة الذاتية تكون بصيغة بي دي اف، تكون في ملف واحد هي ورسالة تحفيزية. وهنا غادي نكتب واحد الرساله قصيره للمشغله، نخلي لكم نموذج في صندوق الوصف. وبعد ذلك غنكليكي على تفعيل هذه الخاصيه، وغنكليكي على ارسال الطلب، والطلب ديالك مشى. اذا هذا اعلان اخوان، بغيت نبارطاجي معكم بعجاله، لاني عندي بزاف ديال الاشغال ما قدرتش انني نشرح لكم طريقه ملء الاستماره. غادي نشرحها لكم في فيديو قادم، اللي لقى مشكل في التسجيل يخليوا لي تعليق، ندير لكم فيديو اليوم في العشيه ان شاء الله، نشرح لكم بالتفصيل طريقه ملء الاستماره. واي واحد لقى مشكل في التسجيل يتواصل معنا عبر الواتساب، غادي نسجلوه مباشره من عندنا ان شاء الله. الشرط الوحيد يكون عندك سي في كندي مع لتر دو موتيفاسيون بروفيسيونيل فرونسي ولا اونغلي، وتوكل على الله قدم الطلب ديالك. اذا خوتي الاعزاء، نتمنى لكم التوفيق، الله يسهل عليكم كاملين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.